بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشرحه في الدارين آمين. الباب السادس من الكتاب 39، كتاب الآداب، باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة. يبقى يا بني لغير ابنه هنا على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، فالمجاز جائز، خلافا لمن قال أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة. هذا كلام باطل، فالمجاز ممتلئ في القرآن والسنة. لما تقول الواحد مش ابنك من صلبك تقول له يا بني، تبقى كذاب. لو ما فيش مجاز، لو ما فيش مجاز تبقى كذاب، والكذب حرام. لكن طول عمر المسلمين لما يبقى يقابل واحد أصغر منه يقول له يا بني، ولما يلاقي واحد مطابق له في السن أو من جيله يقول له يا أخي. يعني هنا أخي بالمعنى المجازي، أخ في الدين، في الإيه، في الآدمية، مش كده برضو، أو في الوطن أو في البلدة أو في المهنة. دي أخوة مجازية، غير الأخوة الحقيقية أن يكون من أبيك أو من أمك أو من الاثنين معك فيكون أخ شقيق. يبقى المجاز وارد في التعامل وفي القرآن وفي السنة وهكذا. وكذلك لما نقول لواحد في جيل أبيك تقول له يا أبي، برضو ده مجاز، ده هو لأنه في سن أبيك فتقول له يا أبي. وجاء القرآن فقال إيه؟ قالوا بل نتبع إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل عمهم، مش كده برضو؟ إسماعيل عمهم، لأن ولاد يعقوب إسماعيل ده أخو عمهم، أخو إسحاق، أخو اللي هو جد، مش كده برضو؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. ولاد يعقوب دول جدهم إسحاق، وإسماعيل يعتبر عم أبيهم. يوم يقولوا إيه بل نتبعوا إيه إلهك وإله آبائك، آبائك، ودخلوا إسماعيل في آبائي، وإسماعيل عمه، يبقى ده مجاز. يبقى المجاز جوه القرآن أهو. فمنين يقول لك ما فيش مجاز في القرآن؟ ابن تيمية قال كده، والوهابية وافقوا على هذا، والسلفية المعاصرين وافقوا ابن عبد الوهاب على هذا أيضا. وبناء عليه صار عندهم كل شيء في القرآن وفي السنة يحمل على الحقيقة فلا مجاز، حتى في صفات الله عز وجل الذي قالها على سبيل التنزل لا على سبيل الحقيقة، فجسموه واعتقدوا فيه ما لا يليق. كل ذلك بسبب إيه؟ لوثة أنه لا مجاز في القرآن. وابن القيم أيد ابن تيمية في هذا الأمر، وهو تلميذه الذي تأثر برأيه وناصر ونافح عنه. والحقيقة أن المجاز موجود في القرآن وفي السنة، زي هنا كتير أمة النبي كلها تقول يا ابني، تقول لي واحد إيه من جنس في سنة ابني، أقول له يا ابني. لو لم يكن هناك مجاز يبقى كذاب. فهمت بقى إزاي؟ يبقى جواز قوله لغير ابنه يا بني، يبقى ما يقول له يا بني مجاز. واستحبابه، وهذا المجاز مستحب للملاطفة. وعنه قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 48 بعد 700 أو 5000، قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. كأن سيدنا أنس يعني إيه معتز أو بالكلمة دي، إن سمعها من النبي يقول له يا بني. وممكن تقول يا بني ويا بني بكسر الياء وفتحها، لغتان صحيحتان جاء بهما القرآن في التواتر.
يا بني يا بني. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي أي بني وما ينصبك منه. أنت الآن منه ليه كده؟ كل ما يقابل النبي يسأله عن الدجال، زي ما تقول الزهر خاف منه لما سمع أخبار دجال إله منه، كان سنه صغير المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة ده من دهاة العرب، معروف دهاة العرب كانوا أربعة، منهم المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان، كانوا مشهورين دهاة العرب اللي هم يعني يقول لك لا أدخل في أمر وأندم فيه أبدا من شدة حكمته، فيسموهم دهاة العرب. ده المغيرة بن شعبة من بينهم يعني. تزوج 300 امرأة، أحسن 300 امرأة في الإسلام المغيرة بن شعبة، كان مزواجا. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي أي بني وما ينصبك منه إنه لن يضرك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقاها بقى هتبقى يعني وهم في ذهنه كده وخوف، قال له ايه اللي قلقك منه؟ تقلقش خلاص، جاه بسيطة. قال قلت انهم يزعمون ان معه انهار الماء وجبال الخبز، يعني عنده طاقات كبيرة قوي وامكانيات ضخمة. قال هو اهون على الله من ذلك. يبقى على سبيل التهيئ وليس على سبيل خرق العادة. على سبيل ايه؟ على سبيل التقدم العلمي بس، يعني هو هيبقى من عنده من العلوم اللي بيبهر الناس باشياء يظنها الجاهل انها خارقه للعاده، وهي ليست خارقه للعاده في الحقيقه، بل هي من ضمن ايه؟ العلم الحديث. فانت العلم الحديث ما هو دلوقتي بيقدروا يزرعوا بعض الزرعات اللي هي كانت بتنبت مثلا في 6 أشهر تنبت في اسابيع بسيطه. وممكن يعني يجعل هناك بعض الامطار في اماكن امطار صناعي واماكن اخرى ما يبقاش فيها امطار، كل ده بمقتضى العلم. عشان كده اهون على الله من ذلك، اي اهون على الله من ان يخرق له العوائد. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أي بني، إلا في حديث يزيد وحده. باب الاستئذان. وعن أبي قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا والله يزيد بن خصيفة حدثنا والله بيأكد يعني حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن لهم فليرجع. فقال عمر أقم عليه للبينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم، لبيان ان الامر ده مشهور قوي لدرجه ان حتى لم يخفى عن الصغار، لا يقوم معه الا اصغر القوم. قال ابو سعيد قلت انا اصغر القوم، قال فاذهب به. هذه القصه في خلافه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان امير للمؤمنين، ذهب ابو موسى الاشعري اليه فوقف على باب استاذن ثلاثا، وكان سيدنا عمر مشغول مع الناس ثم انصرف. فلما انصرف بعد ثلاثا سيدنا عمر بيسأل عليه هو فين؟ قالوا له انصرف. ايه اللي صرفه ده؟ هاتوه.
فبعتوا جابوا ابو موسى الاشعري. فقام ايه سالوا سيدنا عمر لما انصرفت بعد ثلاث؟ قال لاني سمعت رسول الله اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فرجع. فسيدنا عمر اراد ان يعلم الناس، لانه كان دخل في الاسلام ناس كثيرين في عصر سيدنا عمر لم يتادبوا مع الخبر النبوي، فاراد ان هو يعني يعنف على سيدنا ابي موسى ليربي به غيره. هو مصدق ان سيدنا ابو موسى فعلا سمع النبي، لكن اراد ان يربي غيره. قال لا اذهب فاتيني بغيرك ياكد ان سمع كده من النبي، والا اوجعتك، علشان ما يجيش بعد كده كل من هب ودب يقف في موقف يقوم يقول قال رسول الله كذا. فهمت ازاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. طيب سيدنا عمر اراد ان يؤدب الغير من خلال صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بعض الصحابه قالوا للنبي اللي سيدنا عمر لا تكن عذابا على اصحاب نبيه، لانه عايز يؤدب الغير بالصحابه، فهمت؟ لا ليرد خبر الواحد او انه غير واثق في صدق سيدنا ابي موسى، ده من باب التاديب حتى يسمع الناس القصه دي، ان عمر ما يسمعش واحد يقول قال رسول الله لما يبقى معاه دليل حد تاني سمع والا هيضربه، يقوم الناس تخاف توجع على النبي حاجه مش واثقين. يبقى سيدنا عمر يريد ان يربي الناس، مش معناه بيرد خبر الواحد، لان في بعض الناس يقول لك ده دليل على ان خبر الواحد لا يستدل به في الاحكام، ولكن هذا خطا. لماذا؟ لانه حتى لو جاء ببينه معه واحد اخر فما زال خبر واحد، لان خبر الواحد حتى لو جاء من طريقين فيسمى خبر واحد برضه، هو لا ينتقل من خبر الواحد الى التواتر الى ان يبلغ حد التواتر، فهذا ايضا خبر واحد حتى لو جاء ببينه واحده اخرى فيسمى احاد عزيز لما يبقى عن طريقين، ولو كان عن ثلاث طرق الى ابن حد التواتر يسموه احاد مشهور، فما زال خبر واحد برضه. فهمت ازاي؟ فلا دليل لمن قال بعدم الاستدلال بخبر الواحد، لأنه ما زال خبر واحد، ولكن هذا على سبيل التربية والتدريب للناس حتى لا يتجرؤوا، فكل من وقف موقفا يريد فيه مصلحة يدعي على النبي أنه قال كذا وهو لم يقل كذا. فهمت المسألة؟ يبقى الأدب أن الإنسان يستأذن ثلاثا ثم إن أذن له يدخل، إن لم يؤذن له ينصرف، يبقى المكان مش مناسب، الوقت مش مناسب. طب وهل يقدم الاستئذان على السلام ولا يقدم السلام على الاستئذان؟ ثلاثة أوجه في المذهب عندنا. وجه عندنا يقول السلام عليكم أأدخل؟ يقدم السلام الأول وبعدين يقول أدخل. وجه ثاني يقول لك لا، يقدم الاستئذان على السلام. يقول أأدخل؟ السلام عليكم. والإمام الماوردي له تفصيل لطيف، قال إن وقعت عينه على من بالداخل فيقدم السلام أولا، وإن لم تقع عينه على أحد فليقدم الاستئذان أولا، وهذا تفصيل لطيف من الإمام الماوردي، لكن على أي حال هو مخير والاثنين سواء يبدأ بالاستئذان ثم يسلم أو يسلم أولا ثم يستأذن، كله جائز، ويكرر ذلك ثلاثا، فإن لم يرد يبقى معناه الوقت غير مناسب. ونرجو في استعمال التليفون المحمول اننا نراعي هذا، احيانا الانسان يطلب اخيه او يطلب انسان نمره وبعدين ما يردش عليه، يقوم يلح تاني مره ما يردش عليه، يلح تالت مره ما يردش عليه، ما تطلبش تاني بقى، يبقى الوقت مش مناسب، يمكن نايم، يمكن بيستحمى، يمكن بيتوضى، يمكن بيصلي. فهمت بقى؟ لازم نستفيد بهذا، لان برضو المحمول ده عباره عن كانك انت داخل عليه كده، يبقى الانسان لازم يراعي. لكن ده انا ساعات اصلي الاقي واحد طلبني 10 مسد كل ورا بعض وانا بصلي، طب يا اخي اصبر يا اخي، يعني تطلب يعني مش عايز اقول لك كمان ثلاث رنات، لا ثلاث مرات تطلب، ثلاث مرات ما تردش بعد الثالثه ما تطلبش تاني، استنى ساعه ولا ساعتين واطلب، يمكن كان في امر. فهمت ازاي؟ او ناسي حتى الموبايل بتاعه، او نايم، او اذا كان راجل طبيب يمكن في عمليه جراحيه. فهمت ازاي؟ او في الحمام، او عنده، او بيكشف عند طبيب، او اي حاجه يا اخي. الاعذار كتير، لكن لا،
تبص تلاقي الموبايل بتاعك بتصلي 4 ركعات الظهر بس، تلاقي لك نمره واحده جات لك طلبتك 20 مره في اللحظه، هي كن فيكون. فلازم نراعي اداب المحمول مع اداب الاستئذان. فهمت ازاي؟ فما يصحش انك انت تطلب وتلح في الطلب عده مرات متتاليه في وقت متقارب، والا تقع في ازمه عدم الاستئذان، وهذا غير ادب. ادب المسلم انه يراعي اخيه. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة بهذا الاسناد، وزاد ابن ابي عمر في حديثه قال ابو سعيد فقمت معه فذهبت الى عمر فشهدت. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرني عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج ان بسرى بن سعيد حدثه انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا في مجلس عند ابي بن كعب فاتى ابو موسى الاشعري مغضبا حتى وقف فقال انشدكم الله، هل سمع احد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فارجع؟ قال ابي وما ذاك؟ قال استاذنت على عمر بن الخطاب امس 3 مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت 3 ثم انصرفت. قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. يعني كنت كررت كتير كده أكثر من 3 لحد ما أفرغ من شغلي وأدخلك. قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى أتى باب عمر رضي الله عنهم فاستأذن فقال عمر 1، ثم استأذن الثانية فقال عمر 2، ثم استأذن الثالثة فقال عمر 3، ثم انصرف فأتبعه فرده فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا فلا أجعلنك عظة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الاستئذان 3؟ قال فجعلوا يضحكون. قال فقل يضحك من خوف من عمر يعني. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد حاء قال وحدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري بمعنى حديث بشر ابن مفضل عن أبي مسلمة. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله عنه 3 فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر أن تسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له؟ فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال إنا كنا نؤمر بهذا. قال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق يعني التبايع. يعني سيدنا عمر بيقول خفي عني هذا الحكم لأني كنت أحيانا أذهب فأتاجر في السوق فربما قال ذلك وأنا كنت غائب، يبقى ألهاني عنه أي عن هذا الحكم أو القول. الصفق بالأسواق يعني التبايع، لأن إيه تمام لما يتفقوا على إيه على بيع معين يقوم إيه يصفقوا بإيديهم كده
يعني اتفقنا؟ يقول اتفقنا، بسموه الصفق بالاسواق، سماه التبايع الصفق بالاسواق لهذا. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم حاء قال وحدثنا حسين بن حريث قال حدثنا النضر يعني ابن شميل قال جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الاسناد نحوه، ولم يذكر في حديث النضر الهاني عنه الصفق بالاسواق. وعن ابي قال حدثنا حسين بن حريث ابو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال اخبرنا طلحه بن يحيى عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال جاء ابو موسى الى عمر بن الخطاب فقال السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، بيقول اسمه يعني ابو موسى الاشعري، فلم ياذن له فقال السلام عليكم هذا ابو موسى، قالوا بالكنيه يمكن مش عارف اسمه الحقيقي، السلام عليكم هذا الاشعري، كل ده بيعرف نفسه يعني، يعني قال اسمه الاول فما ردش، قال يمكن ما يعرفش اسمي بقى، ما اقول له بالكنيه هذا ابو موسى، فقام ايه ما ردش ده، قال يمكن ما يعرفش ايه الكنيه، يمكن يعرف عيلتي، هذا الاشعري، ثلاث مرات، يبقى ايه لابد مع الاستئذان تعرف برضه ان فلان. ثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي، فجاء فقال يا ابا موسى ما ردك، كنا في شغل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فان اذن لك والا فارجع، قال لتاتيني على هذا ببينه والا فعلت وفعلت. فذهب ابو موسى قال عمر ان وجد بينه تجدوه عند المنبر عشيه، وان لم يجد بينه فلم تجدوه، يعني مش هيجي، يعني لو ما جاتش حد هيشديه مش هيجي يحضر معانا ايه الايه العشاء. فلما ان جاء بالعشي وجدوه، وممكن العشي يقصد به العصر برضه، وجدوه قال يا ابا موسى ما تقول، اقد وجدت؟ قال نعم ابي بن كعب، قال عدل؟ قال يا ابا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تربيش الناس بصعاده النبي يعني يا عمر، احنا مسلى يعني، فهمت ازاي؟ هو سيدنا عمر يريد ان يربي الجيل الاخر من خلال ايه؟ تعاملي مع الصحابه بشده في البلاغ عن النبي، فهمت ازاي؟ مع انهم عدول، فبيقول له ما تكونش عذاب على اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله انما سمعت شيئا فاحببت ان اتثبت، انا قصدي بس ان انا اتثبت، ما كنتش قصدي ان انا اعمل في حاجه. وعن ابي قال وحدثناه عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان قال حدثنا علي بن هاشم عن طلحه بن يحيى بهذا الاسناد غير انه قال فقال يا ابا المنذر انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، فلا تكن يا ابن الخطاب، يا ابا المنذر دي كنيه ابي بن كعب، كان النبي يقول عليه اقراكم ابي، وهو اللي عينه سيدنا عمر امام التراويح. أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده. باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا، يعني لما تخبط على باب ويقولوا مين ما تقولش أنا، إيه أنا دي؟ هم الناس ما تعرفش، قول اسمك، فاهم؟ حتى لو لم تعرف إلا باللقب فقول لقبك، يعني مثلا إيه الناس تعرفني الدكتور يسرى، لو الدكتور يسرى مش معنى كده ان انا بزكي نفسي يعني بقول ابدا، فهمت ازاي؟ لان ممكن اقول لهم يسري وهم عمرهم ما بينادوني باسم المجرد، ما يجيش في بالهم ان ده الدكتور، يفتكروا واحد تاني اسمه يسري، فهمت ازاي؟ فالمقصد انك يعني ممكن تقول لهم الشيخ فلان القاضي فلان علشان يعرف، ومش معنى كده انك بتزكي نفسك، انت تريد التعريف، لكن لو هم يعرفوا باسمك المجرد قول اسمك المجرد، هو ده الادب انك تقول الاسم المجرد وخلاص، لكن لو كان الاسم المجرد لا ينبني عليه تعريف فعليك ان تذكر اللقب او الوظيفه او الشيء اللي يعرفوك به، فهمت ازاي؟ وعن ابي قال لان لما تقول انا زودت الابهام، ما مبهم برضه ايه انا يعني، فانا دي مش واضحه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أنا، قال فخرج ويقول أنا أنا
ايه يعني انا دي؟ النبي مش حاجة بقى انا دي. صلى الله عليه وسلم. فدعوت يعني ناديت، وانا اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت يعني ناديت، قلت يا رسول الله، يعني عايز يدخل يعني، فهمت ازاي؟ هذه معنى فدعوت يعني ناديته، او قال ادخل، فالنبي قال من؟ قال انا. فالنبي خرج فتح الباب وقال له انا ايه انا دي يعني؟ يعني كان يقول اسمه جابر بن عبد الله كده. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لابي بكر، قال يحيى اخبرنا، وقال ابو بكر حدثنا وكيع عن شعبه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استاذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت انا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا من وراء الباب يعني. وعن ابي قال حدث، ومره جات له برضه ايه زينب واحده من الزيانب، فبيقول من بالباب؟ فقالت زينب. قال اي الزيانب؟ ما في زيانب كتير، قول لي زينب بنت فلان، فاهم؟ لان كان في زيانب كتيره، زي بابا يقول مين؟ يقول له محمد. يا عم ده احنا في عندنا مليون واحد اسمه محمد، فهمت ازاي؟ تقول محمد كذا كذا عشان تعرف، فهمت ازاي؟ لان محمد دلوقتي مبهم برضه، كل الناس اسمها محمد، فهمت؟ كل الناس اسمها احمد، فلازم ايه تبين اسمك يعني بطريقه غير مبهمه، ادي المقصد. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا النضر بن شميل وابو عامر العقدي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وابو بن جرير حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهم كأنه كره ذلك. باب تحريم النظر في بيت غيره. لا يليق انك انت تلاقي باب موارد مثلا كده وتروح ناظر جوه فيه، ما يصحش، لأن جعل الاستئذان من قبل النظر، ربما ترى عورة من العورات، فهمت ازاي؟ فلا يجوز انك انت تنظر في بيت غيرك، من خرم الباب، من المواربة، من وارد كده او من شباك. واحد ساكن في دور ارضي والشباك مفتوح، يوم الناس تمشي في الشارع تشب كده، بص صحش، دي مش عادة المسلمين، المسلمين اهل ادب. باب تحريم النظر في بيت غيره، اي بغير اذنه يعني. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث واللفظ ليحيى حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فتحة، كانت فتحة في الباب بتاع النبي، فبص في الفتحة عشان تعرف عادات العرب قبل أدب الإسلام كانت إزاي، بس لأن ما تأدبش لسه بأدب الإسلام، فدي عاداتهم. شاف إيه؟ خرم في الباب كده، بيبص مين جوه؟ حاجة يعني. أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مذرا يحك به رأسه، وكان النبي قاعد في بيته متخفف وماسك المشط بيسرح شعره، مذرا يعني مشط، يحك به شعره رأسه يعني يسرح شعره. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك بالمشط ده، فقأت عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاذن من اجل البصر. وعن ابي قال وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الانصاري اخبره ان رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مدرا يرجل به راسه، يعني يسرح راسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. وعن أبي قال يعني هو النبي طعنت به في عينك عشان تبقى أعمى، والأعمى لا حرج عليه، حتى أرفع عنك الحرج أعميك، ده من باب يعني إيه، من باب التهديد يعني والتأديب صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينه قال وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس.
وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل الفضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص. المشقص سهم كده لنصل عريض، سهم لنصل عريض. فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه، يعني يراوغه، كأنه النبي خرج من مشقص يعمل كده يعمل كده والتاني يبعد واخد بالك. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنين فقد حل لهم أن يفقروا عينهم. وعن أبي قال ودس على سبيل التهديد. وعن أبي قال حدثنا البجر، لكن بعض الفقهاء قال لك لو فقع عينه لا دية عليه لو جاء شهود يعني، بس دي تهلي مبالغة يعني، لأن هنا للتهديد وليس للفعل الحقيقي. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فقذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، يعني خذفته حصاة يرميها بين أصابعه هكذا، يعني شايفه بيطلع من الشباك عمل الحصاة كده فدخلت عينه فقيت، قال له لا جناح عليه عشان ما يعملش كده ده. وده برضو على سبيل التأديب. باب نظر الفجأة. طب افرض بقى واحد نظر نظرة فجأة ما كانش يقصد، يبقى في الحالة دي عليه أن يكف نظره بمجرد انتباهي، ويبقى نظر الفجأة لا شيء فيه. وعن أبي قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي كلاهما عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، يعني نظر كده نظر الفجاءة فلقى امرأة ما يقعدش بقى يبحلق ويقول أصل دي النظرة الأولى ليا، ما تطولش النظرة الأولى، الأولى دي يعني كده اللي جاي مبغتة يعني، انما مش الاولى بقى اقعد انا اتصلب كده بقيت تمثال ما ينفعش. فهمت ازاي؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فامرني ان اصرف بصري في الحال يعني. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الاعلى وقال اسحاق اخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الاسناد مثله. الامام النووي قال في شرحه في صحيح مسلم على هذا الحديث في الجزء ال 14 صفحه 139 بيقول ايه؟ نص كلام الامام النووي، خد بالك لانه يخالف ما عليه السلفيه، خد بالك ده كلام الامام النووي بيقول: وفي هذا حجه انه لا يجب على المراه ان تستر وجهها في طريقها، وانما ذلك سنه مستحبه لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الاحوال الا لغرض شرعي صحيح، وهو حاله الشهاده، ساعتها تبين وجهها، حاله الشهاده والمداواة يعني عند الطبيب، وإرادة خطبتها أو شراء الجارية، أو لما تروح بتشتري جارية في سوق الرقيق فليك أنك تكشف وجهها عشان تشوف البضاعة، أو المعاملة بالبيع والشراء، لأن من شروط معاملة البيع والشراء عقود البيع تعرف الطرفين، فإزاي أنا أبيع لواحدة وأنا مش عارف مين هي، وغيرهما ونحو ذلك. ونحو ذلك احنا دلوقتي في زماننا يقول لك كمان ايه؟ عند صرف الشيكات في البنوك، وعند الامتحانات الشفويه في الجامعات، وعند التحقق من الشخصيه في الدخول في الاماكن العامه، واخد بالك المهمه، كل دي يدخل فيها ان المراه تكشف وجهها، لان ده امر شرعي مطلوب، واخد بالك، وهو التحقق من شخصيه الداخل او الخارج او اللي بتتعامل معه، يبقى ايه؟ الا لغرض شرعي. وعلى الرجال غض البصر عنها يعني عن وجهها في جميع الاحوال الا لغرض شرعي صحيح، وادالك الامثله بيقول لك هو حاله الشهاده عند القاضي يعني، والمداواه يعني عند الطبيب، واراده خطبتها او شراء الجاريه او المعامله بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك، وانما يباح في جميع ذلك بقدر الحاجه دون ما زاد والله اعلم. ده كلام الامام النووي
عليك أن تهتم به، لأنه ما هو يحكي أقوال العلماء وليس هو قوله. خد بالك الإمام النووي بيحكي أقوال العلماء وما عليه الفقه الإسلامي. فهمت بقى إزاي؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على كتاب السلام غدا إن شاء الله. ما هو القاضي عياد نقله، ما هو الإمام النووي نقله عن القاضي عياد في شرح مسلم، والقاضي عياد بيحكي أقوال العلماء. مش القاضي عياد بينشئ شرع جديد يعني. القاضي عياد أيضا بيحكي أقوال العلماء. فالإمام النووي بيحكي حكاية القاضي عياد عن أقوال العلماء. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. يعني نفهم من إن القاضي عياض والإمام النووي ما كانوش وهابية ولا سلفية. فهمت إزاي؟ لم يكونوا وهابية ولم يكونوا سلفية، كانوا فقهاء. يبقى نفهم من كده إن الوهابية والسلفية ليسوا بفقهاء جهلة. فهمت بقى ازاي؟ لازم تفهم الحكاية دي على طول تستنتج، فتسير خلف العلماء ولا تسير خلف الجهال. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وما تحب وترضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على